سيارة جديد وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح نلعب لعبة مختلفة أخرى. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك معنا في القناة. اليوم راح نلعب لعبة ممكن نسوي نفس السلسلة إذا حسيت إنكم يعني تبون حلقات أخرى. اليوم راح نلعب لعبة اسمها ريبل ريسينج. توقعنا بهالطريقة ينطق اسم اللعبة. ما علينا، هذه اللعبة لعبة سيارات مثل ما قاعد تلاحظون قدامنا. راح يكون عندنا سباقات، راح يكون عندنا حماس غير طبيعي. فخلنا نبتدي مع بعض حاليا في اللعبة ونستمتع مع بعض. فهذه البداية حقة اللعبة. أوكي، راح يكون التحكم بالطريقة هذه. 3 2 1 ليتس جو يا جماعة. يبتدي معانا السباق ويبتدي الحماس. طبعا في خط موجود عندنا تحت في الأرض، حالي إذا حاب إن نمشي على الخط هذا. أوه شوفوا الوضع كيف صاير. المهم إني أسوق بشكل ممتاز، يعني قد ما أقدر أحاول إن أسوق بشكل جدا ممتاز في اللعبة. أوكي، السيارة اللي قدام جدا 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 سريعة، جدا سريعة. أوكي خلينا نحاول نمشي هنا. ليش تذكرت لعبة فورزا؟ والله ما أدري. المهم نستخدم النايتروس بالطريقة هذه ووصلنا على طول للنهاية. هذه نهاية المكان اللي عندنا هني. اوكي حاليا جانا اتصال، يمكن عندنا راح يكون مهمات او شيء، فراح يدعونا اتوقع الى سباق معين او تجمع في سباقات. راح نتوجه على طول التجمع هذا. وهذه القائمة حقة اللعبة في الوقت الحالي. اوكي، قائمة حقة اللعبة الحين ممكن نحن نستكشفها ونشوف مع بعض وش موجود فيها. عندنا اول خانة موجودة هي خانة السوق. في هذا الخانة نقدر نشتري سيارات معينة. أوكي مثلا هني نقدر نجي ونشتري يا جماعة الفورد موستنج. تشتري من هني 39. أوكي خلنا ناخذ السيارة يا جماعة، سيارتنا الجديدة، يلا نشتريها على طول. راح تطلع الحين من هني. يا سلام، هلا بالموتر، والله توصيل على السريع يا جماعة. والله واضح ان اللعبة فيها جودة غير طبيعية، يعني ممكن ننزل منها حلقات رهيبة أخرى أسطورية يا جماعة. فهذه سيارتنا الجديدة في الوقت الحالي، راح نقدر نحن نستخدمها. اوكي الحين نقدر نحن نروح هني نروح ناخذ لنا سباق هني. اوكي او ناخذ لنا شيء، مو متاكد، مكتوب ايزي ماني، هو عبارة عن ريس يعني. راح نتوجه لهذا الريس الحين واتوقع ان احنا بنستمتع فيه. اوه اوكي، سباق كلاسيك هذا. 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدي. هاي شنو بالضبط؟ هني اقدر اطالع وراي، اذا حبيت ان اطالع وراي اقدر اطالع ورا بالطريقه هذه. ما علينا، احنا ما علينا من ورا، احنا خلينا نركز على قدام ونحاول ان احنا نجيب مراكز قدام يا جماعه. استخدم النايتروس حقك. اوكي كان جدا قليل، نخفف السرعه هني. يا جماعه هم اللي وقفوا الصوره عندي، لو ما وقفوا ما صار الحادث هذا الغريب. ما علينا، هني في عندنا ايضا تصوير. اوه نهاية. يا ليل يا اخي، كيف انا اللي فزت؟ انزل، في واحد قدامي المركز الثاني. اوكي اعتبروني فزت اني جبت مركز ثاني يعني حاليا كبدايه في اللعبه، فيعتبر ممتاز انك تجيب اي مركز تقريبا. خلصنا من السباق هذا. في عندنا هذا المكان، هذا المكان راح يكون فيه ابجريد. اوكي يعني تقدر انك تطور سيارتك، تقدر تطور الجير بوكس، تقدر تطور الاطارات، المحرك، تقدر تطور اي شيء تبي تطوره على طول في السياره حقتك. نروح الحين للي بعده، انا اشوف ايش راح يجي لنا من سباق. عندنا الحين المنطقة هذه فيها شنو هذا؟ هنشوف مع بعض، ما ادري، درج. نجي على طول الحين ندخل سباق، اتوقع ان سباق فئات، تبتدي قليل ترتفع شوي شوي حبة حبة. اوكي يمكن هاي المازدا هي اقوى سيارة موجودة. المشكلة الوحيدة ان السيارات ما ينطلقون في نفس المستوى. يعني تلاقي سيارة قدام وسيارة ورا، نشوف السيارة ذيك قدام بعيد. بعد عني؟ بعد عني، اوكي. نقدر ان احنا الحين نتقدم شوي هني، نقدر نلف. يا سلام، استخدم حاليا النايتروس حقك، استخدمته يمكن في وقت غلط، ممكن في وقت غلط. المفروض هني استخدمه، المفروض هني استخدمه لاني محتاج انه في هذه المنطقه. اوكي شكلي راح افوز يا جماعه، هني راح تكون النهايه عندنا بسرعه. خلينا نطالع ورانا، ما في اي احد تقريبا قريب منا، وفزنا على طول في السباق اللي بعد. الحمد لله قدرنا نفوز على الاقل في سباق واحد، طول وقع نجيب المركز الثاني. المره فزنا السباق هذا، جدا 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 ممتاز سباقنا. نروح للي بعده يا حبايبي، خلينا نشوف مع بعض وش راح يجينا حاليا. بعد ما خلصنا نقدر نشتري اي سياره طبعا بفلوس حقيقيه، بس انا حاليا ما راح اشتري شيء بفلوس حقيقيه، راح ناخذ الموضوع حبه حبه. وش راح نروح الحين؟ ما زلنا نتعرف على اماكن اللعبه. راح يكون الحين عندنا تحدي، فهذه البنت تبغى تتحدى اي حد يعني تتسابق معه. فيلا بما انها تبغى تحدي فراح نروح هنا ونتحداها مباشره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف مع بعض السباق كيف راح يكون هذا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب سباق يكون جدا حلو. يلا يلا يلا، اوكي يلا على طول. اوكي خلينا نشوف. يلا بسم الله، 3 2 1 ليتس جو. يبتدي سباقنا على السريع. يا رب يمديني اضبط اموري. ايوه حلو، هني نستخدم، هني نستخدم، هني نستخدم، هني نستخدم. تمام تمام، استخدمناه.
اخذنا سرعه جدا ممتازه. هني نعطي لفه ممتازه، لازم ما اروح للجدار. اوكي وين هو؟ اوكي وين هي؟ وراي. وهذه النهايه. على السريع يا جماعة فزنا في السباق، يمكن بعد فترة يصير في سباقات طويلة، الحين عندنا أشياء بسيطة، سباقات عادية بسيطة قصيرة، تلعب تخلص تروح للي بعده، تلعب تخلص تروح للي بعده بالطريقة هذه، بس بعدين أكيد بيكون عندنا شيء جدا قوي، أوكي فزنا عليها. عندنا هدية. غير موضوع الهدية، الحين خلي كل شيء على جنب، خلينا نشوف موضوع الأبجريد. أقدر أطور. اقدر اطور بس ما بطور الحين، احسني مو جاهز لموضوع التطوير في الوقت الحالي. اوكي يا اخي مليون شيء طلع في وجهي، خلاص عاد. اوكي هني في اتوقع مثل الباتل باس والريال باس الاشياء هذه، ان تقدر طبعا بفلوس حقيقيه تقدر انك لو اشتريت راح احصل لامبورجيني. او ماي جاد يا جماعه اكتبوا لي تحت اذا تبون راح اسوي لكم حلقه اخرى نجيب اللامبورجيني هذه ما نخليها. على اي حال هني في تحديات، هني تحديات نقدر نحن نسويهم، ندخل في التحديات هذه. يعني مثلا انجل التحدي هذا، اوكي تحديات هاي اذا سويتهم اتوقع احصل فلوس، يعني هي تحديات السيزن باس. وهني عندنا مكافأة الدخول حق اليوم الاول. اوكي ممتاز، حصلنا 10 مفاتيح، ما ادري شنو بالضبط راح يكون فايرتهم. نفس الباكجات اتوقع، نفس الباكجات الفكرة اظن، وممكن تطلع لك سيارة من الباكجات هذه، يعني راح يكون عندك 5 لفات. اوكي خلينا نتعلم لحد هنا على اللعبة. انزين خل هذا خلاص على جنب، نروح لسواق اخر اخيرا. يلا وين راح نروح الحين؟ فتحوا لنا هذا المكان، بس ما ظنيت ان سيارتي تقدر تنافس الناس اللي موجودين هني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف مع بعض. ليتس جو ليتس جو، السباق اللي بعده والحماس اللي بعده. يلا يلا ساتر السيارة. بسوق السيارة هذه. اوكي هني راح يجيبون لي سيارة انا راح اسوقها. اوكي اوكي ما راح اقول لا. شين اوف يا السيارة، وين هذه؟ وين اللي كنت اسوقها؟ ما تلف. اوكي صدمنا فيها شوي، هني في ماي النهاية يا حبيبي. وين السيارة اللي كنت اسوقها؟ وين هذه؟ هذه صاروخ، ما انتبهت للسرعة كم، ما ادري اصلا في سرعه ولا لا، بس سرعتها جدا 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 اتوقع عاليه، توصل 300 بالراحه، بالراحه في 300 السرعه اللي مشينا فيها. حصلنا 10 مفاتيح اضافيه، 5 مفاتيح سيلفر، 3 مفاتيح جولد. اوكي بعد فتره بنكتشف ان شاء الله شنو فايلتهم بالضبط. ممكن اسوي ابجريد للسياره حقتي، يلا نسوي ابجريد حاليا. يلا سوي ابجريد يا طيب. تمام ممكن اطور الاطارات، اطور الاطارات. التطوير اللي بعدها نطور يا جماعة الاكزوز. تمام اتوقع الحين سيارتنا في حالة ممتازة جدا، فاقدر ادخل فيها سباقات وتكون اسرع مما هي عليه. فخلونا مثلا نجي ونتحدى هذا. اوكي راح اتحدى هذا، بشوف الحين بالتحدي هذا وش راح يصير، ان شاء الله نفوز عليه ونحصلنا شوية فلوس يعني، نقول ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، التحدي اللي بعده. يلا 3 2 1 ليتس جو. اللي يقهرني يبتدي قدامي، ليش يبتدي قدامي؟ ليش ما يبتدي معاي؟ يبتدي وراي؟ ليش قدامي؟ اوكي دقيقة هني لازم نلف زين. هني لازم نلف زين. قوم 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 قاعد يلفني قاعد يلفني قاعد يلفني متعمد قاعد يلفني متعمد قاعد يلفني الفاشل. اوكي 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 سياقته جدا سيئة يا جماعة، يتعمد يصدم عشان ما تفوز عليه، لكن بعد اللي سواه هم فزت عليه يا جماعة، فزت عليه يا اخوان كفو. يبي يخرب علينا الفاشل. اوكي جبنا مركز ممتاز، راح نروح للي بعده. هل في تحدي ثاني معاه؟ لأنه كان مكتوب كان 2 من 1 او شيء مثل هذا. لا بس تحدي واحد حبيبي حبيبي، انقلع انقلع من هني، قاعد تصدم ما تبينا نفوز عليك، انقلع بس، بالذات الحين سيارتي صارت افضل من قبل. اوكي هني عندنا هذا ممكن يفيدنا في شيء، خلينا نجرب ان احنا ناخذ هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا 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 بسم الله بسم الله بسم الله، ليتس جو يا اخوان ليتس جو يا اخوان. خلينا نشوف مع بعض السباق اللي بعد، راح يكون سباقنا هذا. وش والله في سيارات واجد. 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو ليتس جو. انا المركز الاخير، ليش الدرجه بعيد؟ انا بعد عني بعد. اوكي لمسه بسيطه، لا بالله، لا موحي 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 مو وقته. اوكي اتوقع الحين راح يكون وقت مناسب، ولا وين وين سيده؟ يلا سيده، اذا دز صدمني. قوم يا قريب، ذاك انقلب
لا والله ذاك انقلب يا جماعة. المهم يا جماعة فزت بالسباق على طول مثل ما تشوفون الحمد لله. ابيكم تكتبون لي تحت تبون حلقات اكثر ولا من اللعبه هذه، وباذن الله يعتبون راح اسوي لكم اكيد حلقات اخرى. نشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى من اللعبه والعاب ثانيه. سلام. اللايك امره مهم طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.